السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا لليوم الصحابي الجليل بلال بن رباح رضي الله عنه. معلومات هامة: بلال بن رباح رضي الله عنه صحابي جليل من السابقين إلى الإسلام، كان عبدا لأمية بن خلف، وعندما علم بإسلامه عذبه، حيث كان يخرج به إلى الصحراء في الحر الشديد فيضعه على رمالها، ثم يضع صخرة على صدره ويضربه ضربا شديدا. كان بلال رضي الله عنه يردد بصبر وثبات: أحد أحد. الذي قام بتحرير بلال بن رباح من أمية بن خلف هو أبو بكر الصديق. عرف بلال بن رباح بجمال صوته، فاختاره الرسول صلى الله عليه وسلم ليؤذن للصلاة، فكان أول مؤذن في الإسلام. شارك بلال بن رباح مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزواته، ووصفه بأنه رجل من أهل الجنة. توفي بلال بن رباح رضي الله عنه سنة 20 للهجرة. صغار الأعزاء، أرجو منكم حفظ هذه المعلومات. طلاب الأعزاء، أما الآن سنذكر أسماء بعض الصحابة الذين قدموا التضحيات في سبيل الدعوة للإسلام، ومنهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أبو طلحة رضي الله عنه، الزبير بن العوام رضي الله عنه، أنس بن النضر رضي الله عنه. الصحابي الجليل بلال بن رباح رضي الله عنه. صغاري، تم تلخيص أبرز المعلومات الهامة وعرضها في الصور السابقة. الآن ننتقل للأسئلة. أفكر، ما معنى قول بلال أحد أحد؟ حل السؤال سيكون في الصفحة التالية. النشاط الختامي: استذكروا ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم من الذين قدموا التضحيات في سبيل الدعوة للإسلام. 1- أبو بكر الصديق رضي الله عنه. 2- عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أخيرا الزبير بن العوام رضي الله عنه. هل أفكر صفحة 43، ما معنى قول بلال أحد أحد؟ كان يقول أحد أحد أي أن الله، أي أن الإله الذي أعبده إله واحد لا إله إلا هو، أحد في ربوبيته، فلا شريك له في دعاء أو عبادة أو أمر أو حكم، أحد في صفاته العلى وأسماؤه الحسنى، ولم يقل واحد واحد لأن أحد أبلغ منها في إثبات الأحدية. استخرج من الدرس صفتين للصحابي الجليل بلال بن رباح رضي الله عنه: ألف جمال صوته، لذلك اختاره النبي صلى الله عليه وسلم ليؤذن للصلاة، ب الصبر والثبات. أملأ الفراغات الآتية بما يناسبها. كان بلال بن رباح رضي الله عنه عبدا عند أمية بن خلف. الصحابي الذي دفع المال ليطلق سراح بلال رضي الله عنه هو أبو بكر الصديق. بلال رضي الله عنه هو أول مؤذن في الإسلام. انتهى درسنا لليوم، إلى اللقاء.